جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك أذلا خاضعين فاقبلنا يا الله إن طردتنا فمن يقبلنا وإن أبعدتنا فمن يقربنا اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك والأنس بك وحلاوة قربك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه إلهنا وسيدنا.